الخير اهلا وسهلا فيكم بهالمناسبه اللي جمعتنا اللي نحن حبينا نستذكر فيها انطلاق الثوره اللي صارت بلشت ب 17 تشرين. لبنان يا اساتذه هو مناره الفن والحضاره، هو بلد جبران خليل جبران وغيرهم من الكبار، هو البلد اللي ما بيموت ما دام في نبض، وانتو الشباب والرسمات بتأكد على هيدا الموضوع. مستقبل لبنان هو انتو، هو نحنا اللي بدنا لو شو ما صار دايما نفرجي الوجه الحقيقي لبلدنا. لبنان الحب، لبنان الحياة، لبنان الفن، ولبنان التعايش رغم كل الصعوبات الاقتصادية والمعيشية والأمنية اللي عم نعيشها وعم نمرق فيها. رسالتنا رح تضل إلى الأبد هي رسالة سلام. شكر كبير للجنة الكريمة، شكر كبير للمشتركين، وشكر كبير للقيمين على SOUL4Lebanon واللي تعبوا. كل القتلى اللي سقطوا على هالأرض كان حلمهم إنهم يبقوا، ولكن راحوا مع الزمن، راحوا كلهم وما ضل من هالأزمنة إلا الحضارة الفنية. ومن هالمبدأ لازم نتعلم من الماضي ونقرر شو رح نترك للأجيال اللي رح تجي تسكن هالأرض، وشو الفن اللي رح نتركه ليخبر عنا. جبيل صدرت الحرف، واليوم سطرت بحروفها السلام والفن وحب الحياة. بين الحب والكره في خطوة، بين الخير والشر في نية، بين الثورة والفن في قرار. SOUL4Lebanon أخذت القرار، حبت تجمع الثورة بالفن، لأنه بالفعل الثورة بحد ذاتها هي فن. فن على السلطة الفاسدة، فن على الواقع الحالي، فن على الظلم. الجمهور كان جمهور كتير كويس، وكان اللي عم بياخذوا كانوا عندهم اشياء كتير جميلة، اشياء كتير حبيتها. حلو نكون عم نرجع نرسم علم بلدنا وعم نذكر العالم انه نحن نزلنا على الثورة كرمال هيدا العالم. بالرسمات اليوم حسينا الوجع، حسينا التمرد على الوجع، حسينا الثورة، حسينا قديش هيدي الثورة قدرت عطت زخم لكل ألم، لكل ريشة، لكل كلمة بعدها صادقة بهيدا البلد. سول هي قدرت تجمعنا، قدرت تخلينا إنه نحكي ونفهم مع بعض. نحنا صرختنا راقية، صرختنا فنية، قدي حلو نوحد هالصرخة لتروح بيوند لبنان، وإن شاء الله نضلنا هيك مجموعين. الشكر، كل الشكر لجمعية سول المعروفة بدروع لبنان الموحد التي انطلقت من تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية، وأنشئت بهدف إسماع صوت الشعب اللبناني في عواصم القرار. تحية للمؤسس الأستاذ بيير مارون.